الزمن عمره حوالي 2000 سنة، يعني من أيام الميريين. شاهدون الشغل المتقن، الشغل الهندسي المتقن، الأقطار الموزونة، قطر موحد. هذا كان قبل 2000 سنة. يعني ايش العلوم اللي كانت عندهم هؤلاء الناس؟ غير ان الخزان بقى صامد في الفترة هذه دون ان يتأثر، ودليل ان بقى هذه الماء دون ان تسربها. يعني ايش الاشياء اللي استخدموها مشان يوزن القطر هكذا؟ ها؟ لا اقول لك القطر موزون، قطر الخزان الاقطار من تحت، واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة، شوف. وغير ايوه وغير القضاض هذا اللي استخدموه.